السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي الشرعي الروحاني أبو أميرة لعلاج جميع الحالات المستعصية بإذن الله عز وجل. كما لاحظتم معنا مشاهدينا الكرام، احنا اليوم إن شاء الله على البث مباشر، وكنرحب بالإخوان الصحافة ديال طنجة نيوز على هالمبادرة ديالهم. حفظهم الله ورعاهم وحصنهم من كل أذى جن وشيطان وإنس بإذن الله تعالى، وكنشكرهم جزيل الشكر على المبادرة ديالهم وعلى هذا الموضوع اللي تطرقوا ليه، لان هذا الموضوع هذا في هذا الموسم هذا وفي هذا اليوم راه ضروري. علاش؟ حيت بزاف الناس كتسائل على بان عاشوراء 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 فيه السحر والشعوذة تكبر وتكثر بكثره. لان لماذا؟ لان هذا يوم هو يوم عاشوراء، وهذا يوم مكرم عند الله عز وجل، ولكن معظم الناس لا يعلمون ما هو عاشوراء. عاشوراء هو يوم فيه الذي نجاه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى من بطش وهلاك فرعون، حينما أمر الله سيدنا موسى بأن يضرب بعصاها البحر فانشق البحر إلى نصفين. هذا هو يوم، وفيه أحداث كثيرة لا داعي لذكرها بإذن الله. ولهذا ننطلق إلى موضوعنا، وهو السحر والشعوذة والتحاصين الملتزمة لهذا اليوم، وهو يوم التجديد وهو يوم عاشوراء بإذن الله. يعني كما كنعرف في وسط الشعبين يعني احنا يعني عاشوراء يوم مبارك عند الله عز وجل. يعني هذا اليوم اغلب الناس اللي خصهم يذكروه ويعرفوا بانه هو يوم الصيام، وهو يوم الصيام. وبالنسبه لعاشوراء الناس فيه كتجدد الاسحار ديالها، يعني التجديد كيكون السحر، يعني من ناحيه الساحر كيجدد العهد ديالو بينه وبين الشيطان لعنه الله عليه، وحتى الانسان الذي سحر أخاه حتى هو يجدد السحر في هذا اليوم، وهو يوم عاشوراء. لأن الشياطين والسحرة كلهم يجددون الأسحار في أيام مباركة عند الله عز وجل، لكي يكثرون من بطش الشياطين ومن هلاك الإسلام. يعني الطقوس اللي كتقام هي طقوس عديدة، منها إشعال النار، منها إشعال الشموع، منها تجديد أسحار المحبة، أسحار القبول، أسحار الوصول للمناصب العالية، أسحار الموت، أسحار الأمراض. كل أسحار تكون في ليلة الطقوس، من أسحار في المدافن، في المقابر، في الأسحار في الويدان، في الأماكن المتسخة، ويعوذ بالله. ولهذا ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم هذه الأسحار، وأن يشفي كل مريض بسحر، وكل مريض بسحر أو بعين بإذن الله عز وجل. كين السحر الأبيض والسحر الأسود. السحر الأبيض هو كيكون السحر السحر الذي لا يؤذي أخاه، يعني مثل ما نعطيك مثال بين قوسين، يعني مثل شخص يريد أن يصل إلى منصبا عاليا في الشغل ولو في مكان في مكانه، فيلتجئ إلى المشعوذ. لماذا يلتجئ إلى المشعوذ؟ لأن المشعوذ يلبي رغبته ويربي رغبة الشيطان. وهذا اليوم المبارك وهو يوم عاشوراء، فعلى كل الناس أن يصومون هذا اليوم 9 أو 10 في عاشوراء. لماذا؟ لأن الله عز وجل يغفر عن كل ذنب اقترفه الإنسان طيلة العام كله. ولهذا ندعو الله عز وجل أن يجعل أمة سيدنا محمد كلها تصوم في هذا اليوم المبارك، لكي تغفر لها عن كل ذنب، وأن يهلك كل السحرة والمشعوذين وكل من يذهب إليهم بإذن الله عز وجل. هاد الايام كيكون فيها كما كنعاود لك كما غادي نعاود لك نفس الجواب، اليوم كيكون مبارك عند الله عز وجل. وهما المشعوذين ولا السحره ولا ابليس لعنه الله عليه بالضبط كيختار غير الايام اللي كتكون مباركه، اللي يكون فيها المسلمين متخشع على ذكر الله عز وجل. علاش كيختاروا هما الوقت اللي كيكون مبارك عند الله عز وجل؟ هذا هو اليوم باش الانسان كيزيد في الكفر ديالو. قد ما كيزيد الانسان في الكفر ديالو، قد ما كيزيد لعنة الله عليه على راسه، وقد ما كيزيد الشيطان كيلبي له الرغبه ديالو باش كيبين له بان راه الشيطان هو راه كل شيء، وراه بالعكس والله عز وجل هو بيده كل شيء. واذا اراد لشيء كن فسوف يكن باذن الله، ولا يصيبنكم ما الا ما كتبه الله لكم. يعني اي اداه واي حاجه راه عند الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان بلا ما يلتجا المشعوذ ولا الجن ولا الشيطان. هما هو كيتسمى ايام المباركة الله سبحانه وتعالى كلها كيجدوا فيها الأسحار. مثل نعطيك مثال ليلة 27 وليلة 26، يعني كيكون فيها التجديد وكيكون فيها السحر، والعيد الكبير والعيد الصغير، وأي أيام
المبارك عند الله عز وجل يكون فيها التجديد ديال السحر وكيكون فيها السحر. وعلاش كيقولوا الناس حيت اليوم 10؟ حيت علاش؟ حيت السحر من اين جاء؟ من عند اليهود. واخا وسيدنا موسى عندما كان هارب من بطش فرعون ومن بني اسرائيل، من بطش فرعون وبني اسرائيل وانشق البحر، يعني كيلقى الله سبحانه وتعالى اليهود لقاهم كيصوموا يوم 10. قال لهم علاش كتصوموا هذا اليوم 10؟ قال لهم لان احنا هذا اليوم، هذا اليوم هو يوم سيدنا موسى نجاه الله. قالوا نحن اولى بكم بموسى، لهذا الله عز وجل امرنا بان نصوم يوم 9 و10 من عاشوراء من محرم ان شاء الله. هناك اعراض كثيره، وهناك لخصكم في اعراض واحد هي الاحلام المفزعه، والاحلام المفزعه اكثر اللي كيكون فيها على شكل ثعابين وعلى شكل عقارب وعلى شكل مقابر وعلى شكل حيوانات مفترسه مثل الكلاب عزكم الله والقطط. ومن ناحيه هذه من ناحيه الاحلام. اما من ناحيه الجسد فتكون عليها اعراض من الثقل في الصدر او انتفاخ على البطن وضيق في التنفس والثقل على الجسد باكمله ووجع في المفاصل كلها ان شاء الله بذكر الله عز وجل. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وكل شيء باذن الله تعالى في كتاب الله عز وجل. كذب عليك كاذب اللي كيقول لك انا غادي نحصنك ولا انا غادي نعمل لك حجاب باش نحصنك، هذا كامل كذب وشرك بالله، لان كل التحاصين من كتاب الله عز وجل. ولو انسان ما يكونش قارئ قارئ غير قل هو الله احد على نيه التحصين غير بصوره الاخلاص راه يحصن بها. وحنا الحمد لله راه في وسط ديالنا راه كل شيء واضح، يعني يدي الانسان يفك اليد ديالو هكا ويقرا الفاتحه والمعوذتين وايه الكرسي ويمسح المراز ديالو حتى الاظافر ديالو. اولى الانسان نعطي ابسط حاجه اللي ما يقدرش الانسان عليه بسبع تمرات كل يوم، راه الا كلا سبع تمرات في الصباح على الريق راه حفظ الله عز حفظه الله عز وجل من كل شر عين وانس وجن باذن الله طيل اليوم. يعني السحر اليهودي، السحر اليهودي من اصعب الاسحار، والاسحار النصارى مثل ما نحن المسلمين، نحن كاين المسلمين والنصارى واليهود يعني كل فئه وفئه، ولكل سحر قدره ولكل سحر اذيه. يعني السحر اليهود من اصعب الاسحار، يكون اسحارهما سوداء، واسحار النصارى يعني اسحار اكثر، حتى هي اكثر، حتى سحر النصارى اكثر من سحر اليهود. وسحر اليهود يكون سحر الاسود تكثر فيه، ويكون باختلاف الذبائح وباختلاف الشعائر وباختلاف الطقوس التي تمارس في هذا السحر. يعني بالاضافه للناس، يعني جل الناس متخوفين في ايام عاشوراء، وكل واحد كيقول خصو شي تحصين اللي غادي يحصن به النفس ديالو. انا التحصين اللي غادي نقول له يحصن به النفس ديالو هو كثره الصلاه على النبي صلى الله محمد عليه الصلاه والسلام والدعاء والصلاه ثم الصلاه ثم صلاة، لان الصلاه تحمي الانسان من كل شيء وتجعل المسلم متواصل مع الله عز وجل طيل اليوم ان شاء الله. وبالنسبه لعاشوراء تكون فيه الكثير من الطقوس، وهذه الطقوس مثل الطقوس الناريه، مثل الطقوس السحر المحبه، مثل سحر التفريق، مثل سحر التمريض، مثل سحر الخمور، مثل سحر الطق في الاجساد، مثل سحر الموت، سحر الامراض المزمنه. يعني مثل واش يعني مثلا نعطيك مثلا المعاينه ديال السحر المحبه، يعني مثلا السحر المحبه ويعوذ بالله، ولكن كنعطيك هذه الملاحظه ماشي للناس باش يستعملوها، لا غير كفكره شنو هو سحر المحبه. سحر المحبه هو واحد الانسانه، انسانه او شخص او سيد، باش ما نقولوش احنا كنميلوا غير للعيالات، احنا كنقولوا عيالات او لا رجال، يعني كيتسمى سحر المحبه. علاش؟ واحد الانسان ما حبوش الله سبحانه وتعالى في ذاك الانسانه، وذاك الانسان عنده ضعف الايمان بالله عز وجل، كنلتزئ للشيطان والمشعوذ ويعوذ بالله من بطش المشعوذ والشيطان، وكنلتجأ كتاخذ الصوره ديال ذاك الانسان ضعيف مسكين، وكنمشي عند المشعوذ نقول له انا بغيت هذا السيد هذا، بغيت هذا السيد هذا، وبغيت هذا السيد هذا نتزوج به. كيجي ذاك المشعوذ كيحسب عليها شي مصاريف اللي هي مصاريف كبيره،
باش وكيعطيه شي طقوس، منهم الذبيحه لغير الله، منهم الطلاسم، منهم جداول اللي كتكون هذه الجداول هذه كيفاش كتكون جداول فيها ارقام متفرقه وفيها حروف لتهيج الشخص. تنزل هذه الصوره على الطاوله، الشمعه تكون حمراء، قد ما احترقت تلك الشمعه قد ما احترق قلب الشخص، وتهيج الى السيده، واصبح ذاك الشخص عرضه للجن والشيطان. كيف اصبح في جسمه جن وسحر، وهذا الجن هو الذي يهيج ذاك الشخص على هذه السيده. ولكن الحمد لله قدنا الله عز وجل وسهلنا الله عز وجل في شفاء العديد من هذه مثل هذه الانواع من هذه الاسحار، مثل سحر المحبه. سحر المحبه اشخاص عديد كثر تعالجون منه باذن الله، كانوا يحبون اناسا لا يعلمون على انهم يعاشرونهم وعلى انهم يسكنون معهم في بيت واحد. والحمد لله عندما شفي وكانوا في صحة جيدة الحمد لله انفصل كل شيء على حدة. هذا هو سحر المحبة. شكرا، جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم.